الغطاسين يعني لبسوا أواعيهم ونزلوا، قضاء وقدر للأسف عدم الالتزام شوي بتعليماتنا. هذا ما قاله مدير شركة ماباس المشغلة لمغارة جعيتا عن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة السائح المصري مينا وديع. اعتبر نبيل حداد أن الحادثة نتج عن تدافع حصل بين السواح قبل وصول الزورق البحري، لكن الرواية التي قدمها حداد لم تمنع القاضي كلود كرم من إصدار مذكرة توقيف بحقه للاستماع إليه. رواية حداد غير مدعمة بأي دليل، وهو متوفر بسهولة نتيجة وجود كاميرا مراقبة ترصد تفاصيل ما جرى. شهادة إضافية من مريم أنطون التي نظمت الرحلة إلى مغارة جعيتا تؤكد أن الحادث ما هو إلا نتيجة إهمال وتقصير من الشركة. إحنا كنا طلعنا الأول المغارة اللي فوق، ما كان في أمن وكان في سيكيورتي، ما كانش في أي مشاكل خالص. لما نزلنا إحنا بصراحة كنا متقسمين لست جروبات، فما كانش في عجقة ولا زحمة زي ما بيقول ولا حد زق أي حد. دخل جروب وخرج بخش الجروب اللي وراه، وبعد كده هو ما كانش فيه ولا بحارين ولا اي حد سيكيورتي ولا في حد بيوقف يركب الناس البوت بالمغاره السفلى، ولا بالمغاره السفلى. وبعد كده هو واقفين منتظرين الزورة تيجي عشان يركب فيها، فما كانش فيه سور ولا اي حاجه، ولا حد بيقول مثلا خلوا بالكم ولا عشان حد يوقع او حاجه. فهو يا حرام بيوسع الواحد من زنينه، بيرجع لظهره بيرجع لورا، راح واقع في ثانيه. قعدنا طبعا كلنا فانيك، وحد يجيب البحار، البحار جانا بعد نص ساعه ولسه نص ساعه ثانيه عشان يلبس، واحنا قعدنا نساعده الرجاله اللي معانا. واحد صاحبه كان هيرمي نفسه وراه اصلا عشان ينقذه، وبعديها بساعه ونص جم ناس ثانيه. كان خلاص ده اهمال، وانا بحمل دكتور نبيل المسؤوليه تماما. كل حاجة. وزير السياحة ميشيل فرعون توجه إلى المغارة صباح يوم الأحد للاطلاع على مجريات القضية، معلنا عن إغلاق المغارة السفلى حتى انتهاء التحقيق، علما أن إدارة الشركة كانت ستغلق أبواب المغارة السفلى نظرا لارتفاع منسوب المياه. أكيد في قضاء وقدر، 21 سنة ما صار في مشكلة، إنما يا أما من ناحية الإجراءات ما كانت كافية، يا أما ما صار في تطبيق لهالإجراءات، إن كان من قبل الزوار أو إن كان من خلال من قبل الموظفين. شو كانت الثغرة؟ ليش حصل الشيء؟ ونحن عنا ثقة أيضا بالمسؤولين الأمنيين. بعد الجولة والاطلاع على مكان الحادث، دخل فرعون للاجتماع بالإدارة بعيدا عن الإعلام وشاهد الفيديو. بس أكيد الشركة حياة عايشة من وراء الاهتمام بالسواح وبالعيال، أكيد لازم يكون وهي حريصة، بس خلينا نشوف التدابير. حضرتك شفت الفيديو مع الوزير؟ شفنا الفيديو. شو طلع معك؟ أكثر من هيك ما رح أقول اليوم. ما هيك بين شهادة مدير الشركة الموقوف وشهادة مريم أنطون، الشريط المصور وحده سيؤكد ما إذا كان الحادث قضاء وقدر أم إهمالا وتقصيرا. آدم شمس الدين، قناة الجديد.